رشدي برك في هذه برك بس هذه تهمني اكثر من السياسه اكثر من كلش. شوف مثلا انا قريت وتابعت حوارات الفنان الكبير اللي نحبه ثاني الفنان العربي الكبير احمد زكي ايضا من مصر. احمد زكي مزاجه صعب جدا يوصل انه يضرب المخرج معه كان مع محمد خان. انا قريت انه ضربه محمد خان ايضا مخرج كبير. يعني كاين فنانين عندهم امزجه صعبه صح، لكن لما نعرف انه هذا الفنان مهم احنا كجزائريين حياتنا كاع وحنا نتحملوا امزجه السياسيين الصعبه سرقونا نهبونا كذبوا علينا ومتحملينهم وفنان كبير يفرج على الشعب يقدم متعه للشعب الشعب يحبه ككل ما نقدروش نتحملوه ما نقدروش نحتويه مزاجه ولا القلقه تاعه ولا نوفر له اعمال صحيح يعني كنت جيت لك على